وفي هذه اللحظات يسعدنا ان يكون معنا الكابتن محمد عبد الكريم المدرب العام لنادي الاسيوطي. كابتن محمد برحب بك. اهلا وسهلا بك. اهلا وسهلا. اولا في البدايه بحييكم على الاداء وبحييكم على النتيجه. من وجهه نظرك تقييمك لاداء فرقتك وشفت المباراه ازاي؟ بقول الحمد لله طبعا، ببارك للنادي الاهلي، بمس طبعا على كابتن فاروق وكابتن شريف وكابتن ربيع كل الموجودين في الاستوديو والكباتن بتوعي. بقول الحمد لله على الاداء وببارك للنادي الاهلي. النهارده الحمد لله كنا كويسين، بنلعب على تاتيتا بونتو ضد النادي الاهلي ضد الزمالك، معودين لعيبتنا على كده، فبشكرهم على الاداء وبقول الحمد لله على النتيجه. كابتن محمد، فاجئتوا الجميع بالضغط على دفاع الاهلي، ما خفتوش من المساحات اللي كانت ورا في دفاع الاسيوطي شويه؟ لا الحمد لله، احنا مرنا اللعيبه طول الاسبوع اللي فات، درسنا النادي الاهلي كويس قوي. النادي الاهلي طبعا فريق كبير وفرقه كلها نجوم، ضاغطين على النادي الاهلي من عند نجيب ومن عند ايمن اشرف عشان نغلطهم، وده حصل الشوط الاولاني، وصلنا بكره واثنين، فبقول الحمد لله. والنتيجه دي احنا مبسوطين من الاداء بتاع الفرقه، النتيجه ان شاء الله جايه ان شاء الله، وده اول مباراه نخسرها في الدور الثاني. كابتن محمد، اخيرا الاداء المتميز للاسيوطي والنتائج الطيبه ادتكم اريحيه في الحالي؟ لا طبعا، احنا لسه ما عملناش حاجه، لسه 29 بونت، لسه بدري قوي. احنا الحمد لله كل ماتشاتنا كده، نتمنى ان شاء الله ان احنا نقعد بدري، هتلاقي اداء ونتيجه احسن من كده ان شاء الله. شكرا. شكرا جزيلا. وده كان لقائنا مع الكابتن محمد عبد الكريم المدرب العام لنادي الاسيوطي، اللي اكد رضاه عن الاداء وغير راضي عن النتيجه. عوده للاستوديو.